مساء الخير، مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تلفزة تي في. هذا هو المسامح كريم في شهر رمضان الكريم. نحب نقول رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد عليكم بالمحبة باليمن. وطبعا في رمضان لابد أن نتكاتف أكثر ونحب بعضنا أكثر ونمد يد المساعدة أكثر لبعضنا. هذا شهر فضيل، هذا شهر مهم، وهذا أول يوم. وطبعا في هذا اليوم المبارك خليني نقول لمشاهدي قناة تلفزة تي في أنه تتابعونا في عديد البرامج، منها المسامح ديما كريم وعديد البرامج الأخرى. لكن نحب نأكد أنه في الشهر هذا المعظم والشهر اللي تنزل فيه كل البركات وهذا الشهر اللي يفعم بالمحبة والشهر اللي فيه اقتراب برشا، نحن مقتربين دائما لربي سبحانه وتعالى، ولكن في هذا الشهر نقتربوا أكثر. لكن المطلوب أيضا نتكاتفوا أكثر، المطلوب أنه نكونوا يد واحدة، أنه نسامحوا بعضنا. سيدي في الشهر هذا أنا كان عبد الرزاق غلط في حق حد، أنا على المباشر نطلب منه سماح، وإذا حد غلط في حقي نتصور كيف باش يتفرج فيا باش يطلب السماح أيضا حتى بينه وبين نفسه. شهر عظيم، شهر كبير، خليني نقول كبيري، ونعمل ثلاثة أسترة لأنه الشهر المفضل لدى العرب والمسلمين. إن شاء الله رمضانكم مبروك، وتنطلق الحصة الأولى في الشهر الكريم مع المسامح ديما كريم. رمضان كريم في المسامح ديما كريم. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا مرة أخرى وتحية كبرى. نحب نبدأ بحاجة حلوة برش، أمي زهرة اللي توفيت بنتها عن طريق جريمة قتل قام بها رجلها، أمي زهرة اللي جات في الحلقة الأولى في المسامح ديما كريم على التلفزة تي في، طبعا تتذكروا أنه لما جات كنت وعدتها بعمرة. ونحب نشكر برشا 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 ديما فواياج اللي طلبت منها باش تعطي لأمي زهرة عمرة، وطبعا كانت حسب ما طلبته أنا وحسب الوعد، وقدمت عمرة لأمي زهرة. المهم أنا اليوم فما جديد، نحب نوريكم اللحظات اللي جات فيها أمي زهرة ونحكيه على قضية سونيا، ثم أنا فاجأتها بالعمرة. يلا لحظات لا تنسى في المسامح ديما كريم، تفضلوا. يا مرحبا يا مرحبا، ربي يخليك ربي يفضلك. أمي زهرة ولدك؟ انا ولدي. ولدك؟ ولدي. اه ولدي لين نموت. انا ولدك يا امي زهرة. انت ولدي، ربي يخليك يا امي زهرة. اي 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 بحذايا حفلة توحشتك. مرحبا بيك امي زهرة. خليني نحكي قصة على هذه المرأة. الحادثة متاع بنتها سونيا سنة 2008، اليوم نحن 2024. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أمي زهرة تطلبني في اليوم طيلة هالسنوات هذه الكل ثلاثة مرات أربعة مرات في اليوم الواحد. صحيح ولا لا أمي زهرة؟ شكون ولدك يا أمي زهرة؟ شكون شكون؟ رزوقة. رزوقة ولدك؟ رزوقة ولدك. ربي يخليك يا أمي زهرة، ربي يخليك. شو الصحة؟ ساعة طمني على صحتك. صح، هذا نار بضلعه مكسري، هذا مكسر، هذه الركبة فيها من هنا هيك مقسومة، ومن هنا ما طو هذه مش نعمل لها، مش نحوها لي الركبة هذه ونركب بلاستي. العملية ذي عملية ستة عملية ذي عمل تاكسيدون. هاي ستة ملايين. ستة ملايين اكسيدون، انت ضربتك كهرباء. هاي قدام العيد
سبت قدام العيد الكبير. قدام العيد الكبير؟ اي. وعلاش توخرت العمليه لتوا امي زهره؟ انا نتبع فيهم بشوي. تبعوا في الاسيورونس؟ لا نتبع في الطبيب. في الطبيب ديما بشهرين راحه يعطيني. من نهار طحت لتو في شهرين في الثلاثه في شهرين في الثلاثه كو. امي زهره. نعم. الناس تعرفك اللي انت ام سونيا المرحومه؟ اه. الناس يعرفوك اللي انت ام سونيا المرحومه؟ انا دم دخلت تعرفوني. كل عرفوك العمليه؟ الناس كل تعرفني. الناس تتعاطف معاكم يا زهره؟ الناس هذيك حاجه ما عادش تعودها. يشكروك كهو. أكهو. انت كيفاش تعيش تو امي زهره بعد تقريبا 14 هذوك هم 15 سنه اللي جيت؟ كيفاش تعيش هم؟ اللي جيت وقلت لك عليهم هذوك هم 220 هذوك هم ال 20 ما تكلمت عليهم تردوا كي جيتني غادي لداري. اي تكلمت عليها انت ال 20 قلت كيفاش ينحوها ردوها ل 20 رجعوا لك الشهريه ذيك معناتها البسيطه 220 200. اولاد سونيا مازالوا معاك مرحومه؟ لاباس عليهم. معك انت تو يعيش؟ لا وين وين لاباس عليهم. قداش الصغير اللي انا نعرفه صغير وقتها قداش عمره تو؟ 19 عام. والكبير قداش عمره؟ 21. 21؟ اي 21. 21 شنو تجبد امي زهره؟ يا امي زهره اش تجبدي؟ اجي هاك نجيب حذاك؟ شكون يجي؟ نجيب حذاك. اجي حذاك محسن. اي خلينا نجيب حذاك. خلينا نجي. اعطيوني تصفيقه كبرى لامي زهره. اعطيوني. اي ما شاء الله عليه. ما شاء الله ما شبهم ولا خليتهم صغيرين وقت امهم توفيت. ملا التاريخ ملا ما شاء الله. وتو مربيتهم انت؟ ما لا مشي مشوا. بوهم مازال في السجن. ما لا مشي سايب. ها؟ ما لا مشي سايب. بوهم مازال في السجن. مازال. ايوه. خليني نرجع لبلاستي باش نخزرك باش نجم نحاورك اكثر. هاي به امي سونيا. امك سونيا. عائله بوهم ما يسهلوش امي زهره الريح ما يسهلوش على الاولاد؟ لا لا هذاك من نهار كلمه سونيا سي سي ما فماش علاقه حتى شيء. هما ما يسهلوش على بوهم؟ لا لا انا توا باش نوريك حوصله للي صار في الوقت هذاك وباش الجيل الجديد يتفرج ويتذكر برشا حاجات وان شاء الله ربي معانا ان شاء الله ربي ومن بعد عنا حديث يلا نشوفوا حوصله لحادثه قتلان سونيا من طرف زوجها تفضل نحب نبدا معك انت كيفاش بدات الحكايه فما خلافات من قبل كان فما خلافات خاطر ما يصرفش عليها كان اللي يخدم بيه يبعثهم الدرهم يصرف على درهم هكا وهي ما يصرفش عليها. ما يصرفش وعندهم اولاد هما؟ عندها زوز اولاد. 8 شهور سونيا مش موجوده. مش موجود. اخر كلام بينك وبينها شنو تتذكروش؟ نتذكر. اش قال؟ نتذكر اللي هي مش نجيب حذانا نتذكر اللي هي مش مشي البحر نتذكر. وين اللي كانوا عز الحبايب؟ راحوا وخانوا وخانوا قلبي اللي دايق فكوا عيوني اللي كانوا عيوني فكوا عيوني اللي كانوا عيوني سونيا من 12 جوان اخر مكالمه هاتفيه بينها وبين اخت على اساس انها ستعود لدار ابوها وامها تعيش خلافات زوجية موجودة الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها ومن ذلك اليوم من آخر كلمة رد بالك على روحك إلى يومنا هذا سونيا تفقد في ظروف غامضة إلى الآن ماني جور بنتي وين تبات ماني جور بنتي وين دفنها ماني جور بنتي عطا عشي بشوية شعرها إيزي ندفنها وكهو شنو اللي خوفك انت في حالة سونيا شنو اللي متخوفة منه؟ متخوفة من داخل شنو اللي شنو ميت. قلبك يقول لك؟ بنتي ميتة بنتي يا ميتة يا ميتة يا مخبينها مسلسلينها يا دفنينها من غير ما تحاول يقولوا ديما قلب الأم خصوصا أنه خبيرها إحساسها هي مشيت في أسوأ الاحتمالات في تقديري مساج ارتاح شوية مساج مشيت في أسوأ الاحتمالات سونيا بنتهم بحكم انت قربت للعائله ومشيت معاهم وجيت انا كل شيء في تقديرك شنو تتصور انا صار. كل شيء نقبله الا حكايه مات ما نقبلهاش نجم تكون سونيا خرجت من تونس هربت علاش ترجحوا حكايه بنتي ليه
بنتي ما تخرج ما تخرج. من خلال مجيئك الى المسامح كريم شنو تتمنى يصير صراحة؟ نتمنى بنتي وقعوا في الأثناء هذاك. بعد البث مباشرة اتصل بنا زوج سونيا العجيلي المفقودة وقال راهو عندي حقائق، وقال سونيا ربما تكون غادرت أرض الوطن، يقول صحيح أنه هناك خلافات، يقول صحيح أنه هناك اختلاف مع عائلتها، ولكن راني أنا ما عملت حتى شيء. يقول اللي هو ربما بين ظفرين بريء من 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 فقدانها. عمل نداء كما شفتوه، أكيد شفتوه تتذكروه، واجه الكاميرا هذه هي بيدها وهو قاعد في بلاصتي هنا، قال لها يا سونيا كان تسمع فيا، أنا راني نحبك، أنا ما زلت نحبك، ارجع لأولادك وارجع لراجلك والخلافات الكل نحيهم. نحبكم تثبتوا مليح، ثبتوا مليح في هذا الملخص للحصة الثانية، ثم هناك حديث آخر. أنا أستقبل مباشرة زوج المفقودة سونيا العجيلي في بلاتو المسامح كريم. آه يا دنيا حرايا كل شيء فيها كده، دنيا من غير مشاعر. إن شاء الله فما خير. سونيا تنجم ترجع لدارها وترجع لأولادها، وانت وياها ترجعوا كما كنت، والثمانية شهور هذوما ما عند ما تنساهم، والأخطاء والأغلاط والكل والعرك والمشاكل الكل نرجعها، ورجعها في الاستوديو ونعمل لها بوبليسيتي كما كان في الاستوديو اللي هي موجود، ورجعت لدارها ونقبلها. أمي زهرة، صور تقريبا 15 سنة شفناه كيفاش تخلوا 14 عام. ما نسيتش التاريخ. أنا حتى يكلمني حد نقول له ماذاك عشرتي 14 عام. علي أنا؟ أي 14 عام. ياك الكلمات مشيت سونيا قعدت لك أنا كلمتك ياك النهار اللي قالت لك إيش تعمل لها زوز محامي. أي وياك اللي قالت لك أعطيني عمرة. شكوني اللي قالت لك؟ المرأة ولا أنت؟ أنا مانيش المرأة. أي على كل الله يرحمها سونيا. إيش عملنا حوصله باش الناس الجيل الجديد ربما يتذكر هذه الحادثه اللي هزت الراي العام في تونس وخارج تونس، لانه حتى البلدان العربيه في مصر في لبنان في الكويت في العربيه السعوديه الكل حكاو، الجرائد والتلفز الكل حكاو على القصه دي. تو قاعده قضيتها تمشي. يلا اما انا عندي ضيف، عندي ضيف ليك ريتش يا امي زهره، عندي ضيف ليك. قل لي طلعوا شكونك هاو باش تشوفوا توا تقول لي شكون. وليدي ما ندريش. هاني باش نوريك. نمشي للاستوديو اثنين مع اسماء. اسماء مرحبا مره اخرى. مرحبا سي عبد الرزاق، مرحبا امي زهره. معنا ضيف سي صهيب الهمامي. سي صهيب الهمامي اليوم ما كركمش قلتوا لي اسمه، ماكش تطلعوا عاديه امي زهره. اشكونوا هالصهيب هذا؟ اي والله ما نعرف. ما تعرفوه؟ أول مرة تسمعي باسم سهيب؟ يرحم والدي، ثم سهيلات برشا غادي يا ماما. سهيب مش سهيل. يرحم والدي. إيش اسمه؟ أقول سهيل. سهيب. قولي سهيب. سهيل. سهيب. مرحبا بي، ما تعرفوش ها؟ لا لا. ما تعرف. ما ندريش. سهيب أنت تعرفه أمي زهرة؟ أكيد الناس الكل نعرفوها ونعرفوها مليح أمي زهرة. شكون يا أمي زهرة؟ أمي زهرة اللي عشنا معاها يعني قصتها وحكايتها أكثر من 15 سنة. يعيش. دونك نحب سي عبد الرزاق أن تعرفني هي مليح، تذكرني مليح، نجي مع حداك للاستوديو الرئيسي غاديك تعرفني أمي زهرة شكون. وطلع يعرفك. سي صهيب قال عنده حكاية مع أمي، مع أمي زهرة. يرحم والدي. عنده حكاية مع. أي. يرحم والدي يجي حذاي وخلنا نحكم. قال لي نسال أمي زهرة برشا فلوس. إيش خوذ خوي. إيش ركوب تسلق. قال أمي زهرة أعطيتها برشا فلوس وما رجعتهمش. أو كان عندي فلوس راني جيت مع وحدي. نعيطوا له ولا فك علينا نطلعوا له مسالين معاه. خرج حذاي تحب. يا ويقاش يسالني أنا زاد. علاش لا أنت اش بيه مش خو هو. هو سهيب. هو خو ولد. هو؟ خو ولد. إيش معناتها؟ معناتها خويا ولدي. خوك ولد ما دام ولدك مالا خليني نجيبه للبلاتو الرئيسي في ديما المسامح.
اختك وينك بنتي يا بابا؟ شنو لاباس؟ الحمد لله الحمد لله وليدي الحمد لله عايش وليدي يخليك وينورك ويعليك على من يعديك يعليكم الكل يرحم والديكم الكل جري قسمكم الكل مش لا خوف لا تميعرة يا ربي يفضلك ان شاء الله ربي معاكم اوليداتك انت ورزوقه والشعب الكل اعطيوني اقوى اعطيني يا ربي يا امي يا امي زهرة يا بابا يا امي زهرة تو عرفتيه ولا ما عرفتيه والله ولدي لا عرفت بالذي اللي هو اللي عرفتيه والله كاش هذه الربا شوي بسم الله ما عادش تشوف امي زهرة ردوها وقت جيت وقت سونيا بس عليها شوفوا الزمن زمن انا كبرت ريتو تصاور زمن كنت عيطوا لي البقوس تاع التلفزه قلت له بالليبره تو ساي تو ما زلت اعطيوني تصيقه ما دام ما زلت راهو 16 سنه راهو انا يعرضوني اصحابي بعد 5 سنين يتبدل حاجه مراد المخرج ريتو 5 سنين التالي ريتو تو تبدل عليا يا خويا ولا تزيد عمره 20 سنه يا مراد تفضلك مراد تفضلك يا امي نعم قولي لي بجاه ربي بجاه ربي كلميني في التليفون لا تقولي لي جيب فلوس لا تقولي لي تقول لي ايجا باش تاكل خبز طابونه اودي ايجا اكل خبز طابونه تحضر لي ايجا باك اكل خبز الطابونه انا نموت عليه جيب ولدي هذا معاك المره الجايه جيب والله الا ما نجيب لا باش يولي يجيك والله جاي تو تعرفي علاش باش يولي يجيك والله يجي وحدي باش يولي يجي ناري على الروح هو الحقيقه وراسك انت كلمت وحضرت كل شيء وما جيت من الهريسه وني مشويه لطف الفريجيدير طايبه حاضره كل شيء العظام عربي خبز الطابونه كل شيء حضرت عربنت من الليل وخلاها بي خليتها ماني نصور يا امي اسكت عاد اسكت يا امي نصور يا امي راني نغلبك والله يا امي نصور والله نغلبك ريت نهار الجمعه ذاك نهار الخميس ذاك والله نصور والله نصور كان ورياضة وخطط السهرية وخلط مخلص وخلط مخلص والدنيا تشقعبت في تلفزيون حضرت لازم المالح حضرت زيت جديد هاو يسمع في ها جيبه ونجي ان شاء الله جيبه ونجي والله نجي والله أمي زهرة نعم أنت قلت لي على أمنية مرة قلت لي على أمنية ربي يعطيك إجا بحذايا هنا صهيب خلي رزوقه شيء يعني غد هكا هو فهمتيه هو عارفة فما حويجة وين سلمتي فيا يا أمي زهرة يا رزوقه بالذي الله كان مشانا والله اللي والمسامح ديما كريم والله اللي انت تدفنوني بالذي الله ولا يصير شيء والله اللي نموت لا ننساكم يحبك برشا عملت معايا الباهي الزوز حتى عملت معايا ريتك هني في الاستديو ريتك ريتي في الاستديو ريتك وعرفتيه ايش يعمل ما ندريش عليه هذاك المدير العام تاع تلفزه تي وجه لي نتشرفوا بيه حتى لا مش هو مش هو يا رزوقه نتشرفوا بيه حتى من غير مدير باهي من غير مدير نتشرف بيه تشرفوا بيه يا حبيبي خلي يدخلوا لي خبي الشاي هذاك وادخل لي امل خلي تدخل لي عندي حاجه باش تجيبها لي امل خبيه امل ومدهولي صحيت 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 سمعت راه خلاها اعطيني لي انا اعطيني باهي اعطيني لي انا صحيت يا امل تصيخه كبيره على امل او لا لا قدام يقعد يدفع لي والله نسيتني انا امي زهره طيب والله القانون يدفع لي ويشرب في التاي يشرب وحده ويشرب امي زهره نعم امي زهر نعم سيدي صهيب يجي بحذايا يجي بحذايا لا يلزم نقفوا لا 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 اي صهيب شد هك امي زهر نعم خلينا نبدلوا شوي امي زهر احكي اخزر نعم انت توك جبتك المسامح كريم راه الحقيقه مش باش نحكي على قصه سونيا ما يسالش سونيا الله يرحمها توفيت ونعمها ما عملت شويه تذكار لا اكثر ما يسالش ما يسال لكن صهيب جاب لنا حاجه معاه ربي معاه اللي هي وانت تمنيتها وانت ربي يسترك ويستر الجمهور الكل ربي خليك خليك تمنيتها في حياتك خليتكم ويخليكم وليداتكم ويعيشكم ويرحم والدين والديكم امي زهره عندك عمره ديما فوياش عمره يا امي زهره امي زهره ديما فوياش تعطيك عمره من اهداء ديما فوياش عمره الى البقاع المقدسه باش تزور بيت ربي زغريتا قوية اعطيني زغريتا يا عمره
هيا يقفوا يقفوا الكل، يقفوا الكل لأمي زهرة ونقولوا لها إن شاء الله عمرها عمرها كبيرة برشا، وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله أنا باش نجيب أحذاك، أنا باش نجيب أحذاك. هيا أعطيني أقوى، أعطيني سيد النبي أقوى، أعطيني سيد النبي أقوى. ربي يخليك أمي فرحانة تو، وفينا أبو عدنا يا ربي الحمد لله الحمد لله يرضي الوالدين. الله يرضى عليك الوالدين وأنت وحيين، الله يرضى عليك الوالدين ويخليك وليداتك. برافو عمرة لأمي زهرة، إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله ترجع لي في صحة جيدة. يا ربي عايش وليدي، أعطيوني أقوى، عايش وليدي دائما أقوى، في ديما المسامح ديما كريم. ربي يخليك يا ربي، ربي يخليك. لا يا ربي لا 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 هيا بركه طوري قل لي سويقاتك مش تمشي لنا للعمره، تحب تمشي قبل تحب تمشي من بعد؟ لا نحب نمشي قبل العمليه. قبل العمليه تمشي يا امي زهره. ربي يفضلكم يا سيدي، شكرا. نخليك انت وامي زهره، يلا تفضلوا. تحيه كبيره لامي زهره عمره، لامي زهره من برنامج ديما المسامح ديما كريم. اذا هذه الصور امي زهره لما جيت ولما أخذت العمرة، وأمي زهرة شفتوها مريضة بساقها وتعبة ومتقلقة برشا 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 حتى لدى عائلتها، فما شوية خلافات كما أي عائلة تونسية، ما خلينا ما نكذبوش على بعضنا، ديما العائلات فما شوية حاجات. والله العظيم والله العظيم والله العظيم بعدك العمرة هذيك وخذتها أمي زهرة، أولاً قامت ناشطة ما عندكش فكرة، وليت تمشي أمي زهرة تستحق تصفيقة كبيرة، ما عادش مريضة. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية أولادها وبناتها ما تتصورش قديش تلموا بها، رغم قعدوا فترة ما يراوش بعضهم. أمي زهرة راهي صعيبة ومتغشش عليهم، أمي زهرة تنجم تتغشش أكثر من اللازم، دونك أولادها متقلقين شوية معاها. المهم رجعوا كيفاش يقول رجعوا لامهم وعداوا لحظات حلوه برشا برشا، كنت حاضر فيها انا، ومشيت لامي زهره وين تسكن في البوردين تابع ولايه سوسه، وقالت لهم تعرف قالت لهم؟ قالت لهم انا غدوه باش نمشي للعمره، راهو لما يجيني عبد الرزاق يلزم ولدي عبد الرزاق يجيني. ومشيت بلاش كاميرا بلاش تصوير، مشيت عبد الرزاق الإنسان، عبد الرزاق المواطن، عبد الرزاق مش المنشط، لأنها ألحت قلت لي كان ما تجينيش يا عبد الرزاق والله بكيتني، قلت لي عبد الرزاق على موت على حياة نحب نمشي للعمرة، تعرش عليا نرجع ولا ما نرجعش، آخر إنسان نحب نشوفه ونودع تونس هو عبد الرزاق. لكن أنا فرحان فرحان وقت مشيت، فرحان وقت مشيت ولقيت اللمة العائلية، لقيت هدى ولقيت ولدها ولقيت أولاد بنتها، والناس اللي أمي زهرة راهو تظلم ساعات وتغش عليهم أكثر من لازم، ورغم ذاك ماخذين كما يقولوا بهواها ومتلمين معاها لحظات حلوة برشا قبل السفر متاعها. خليكم مع هذه اللحظات اللي أنا صورناها بالتليفون، لكن ريتها لحظات حلوة أمي زهرة ولا تشطح راهو ولا شيخة. يلا شوفوا اللحظات الحلوة هذه. صحة ليك والله، صحة ليك، صحة ليها ولا صحة ليك.
ملا جوا أمي زهرة بعدك الجو ذاك نهارت لحد مع ديما فوياج بالطبيعة اللي قدمت العمرة كهدية منها هي نهارت لحد ما الثلاثة ولا الأربعة مشيت في الطيارة إلى السعودية إن شاء الله أمي زهرة عمرة ميمونة وأكيد هي تروحش الجمعة هذه تقريبا تو عندها جمعتين أو ثلاثة حسيلوا بالتليفون أمي زهرة تلاهوا بها بالكدا الظروف كانت طيبة تجولت دارت حوست شريت عملتهم الكل أمي زهرة عملتهم الكل أكيد أكيد لما تجي باش تكون صور لأمي زهرة وهي جاية في مطار تونس كارتاج أنا فرحان برشا 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 اللي حققت أمنية أمي زهرة لأنها الأمنية تعرف قدها عندها من 2009 ما نجمت نحققها كان توا توا لاني رجعت للتلفزه توا توا فترات الاخرى كانت صعبه ما نجمتش المره هذه نجمنا ونحب نشكر ايضا تلفزه تي في اللي هي زاد قامت بالواجب وقامت وساهمت في هذه العمره نحب نشكر سي كمال مؤسس ديما فواياج ونحب نقول اللي ديما فواياج تعرض لكم دائما العمرة لأنه اختصاصها لأنها تنجح في هذه المهمة النبيلة خليني نقول النبيلة لأنه باش تهز ناس العمرة راهو حاجة نبيلة وأكيد فيها أجر أيضا حتى ولو الناس دافعين فلوس لأنه ذيك مصاريفهم اللي باش يعيشوا فيها في السعودية. العرض ما وفاش مع ديما فواياج فما عمرة يوم 18 مارس وعشرين مارس زوز عمرات 18 مارس وعشرين مارس في الليامات الجايين اللي هما في وسط رمضان الكريم وفي عطلة الربيع انتبهوا مليح يعني عطلة الربيع وفي رمضان أنا باش نقول العرض والله والله كيما ادولي العرض لم أصدق قلت أنا العرض هذا تقريبا مريتوش وما عملوا حتى حد تسبقة دفعة أولى ب 499 دينار فقط تدفع 499 دينار وتكون في السعودية والباقي الكل على 9 أشهر أمان على 9 أشهر فريمون عرض والله لا فما والله لا فما أنتم اللي تتفرجوا فيا مصاب أمي حية وبابا حي وإن كان بابا مشي للعمرة أما أمي ما مشيتش والله كان جيت أمي حية قسما بالله راني هزيت التليفون وكلمت ديما فواياج وأمي نبعثها يا يوم 18 مارس يا يوم 20 مارس لكن الله غالب ولكن أميتكم أنتوما ما زالوا على قيد الحياة وربي يطول في عمرهم أبائكم ما زالوا على قيد الحياة وربي يطول في عمرهم خواتكم أقاربكم نسيبتك إيه علاش نسيبتك أمك ولا نسيبك ولا حد براني وتحب تعمل له عمرة حاجة هائلة مش تستحق تصفيقة هذه نجيو البراني ما نعرفوهوش ونعملوا له عمرة حلوة برشا تدفع فقط 499 دينار والباقي على 9 أشهر 600 دينار كل شهر 600 دينار على 9 أشهر رقم التليفون تتصلوا على 50 50 80 38 تتصلوا على 50 50 80 38 ويا ربي إن شاء الله أبائنا وأمهاتنا الكل يعملوا عمرة يا ربي 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 وإن شاء الله في رمضان يا رب. إلى فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود.
على فواياج عمرة ريزيرفاسيون دوتيل ولا بي دافيون. عند دينا فواياج تلقى أحسن نسوان راحة البال وخدمة عال العال. دينا فواياج ديما مسافر ديما زاهي. نتكاتفوا أكثر، المطلوب أنه نكونوا يد واحدة. ديما فواياج اللي طلبت منها باش تعطي لأمي زهرة عمرة، وطبعاً كانت حسب ما طلبته أنا وحسب الوعد، وقدمت عمرة لأمي زهرة. أمي زهرة عندك عمرة، ديما فواياج أمي زهرة ديما فواياج تعطيك عمرة من أهداء ديما فواياج، عمرة إلى البقاع المقدسة. في شهر هذايا أنا كان عبد الرزاق غلط في حق حد، أنا على المباشر نطلب منه سماح. نفضفض لك اللي في يوسف شوي. ريتو الحنان، ريتو الناس الحنان والصادقين. ثم الناس راهو ما تلقاوهمش برشا، سامحوني يا مان. ثم الناس ما عندهاش بالمجد معانا في الكوليج، اقسم بالله قلبك واش راك تقول، ماذا بيا نحي في ستي ونعطيها له وشوي. يجيو يقرا. والله. وما عندهمش. لو كان نلقى شارين نعطيها لهم ما نروحش حتى فرنكلندر، والله. 44 سنة عايش في الشارع. شكون؟ أنا. أنت؟ أي. قبل ما تعرس بها؟ اي عليه؟ بوك وامك وين؟ امي خليتني من 8 ايام. اه؟ ولد 8 ايام. عليه بتعارك معاه؟ ما نتصورش انت تتعارك مع مرتك. لا لا بالعكس. ما نتصورش. لا لا العكس. اه شنو؟ اه نحب مرتي برشا. شكرمها. يا عيني يا عليك يا عيني. يا ماما يا ماما يا ماما. هذه مرتك؟ مثبتة. ما هيش مرتك. لا لا مثبتة هي. هي بيت. فما غربة، فما حزن، تحس عنده حزن. هو تربيت يتيم، هو تربيت يتيم. أمه ما يعرفهاش. أمه ما يعرفهاش. هو كي أمي ماتت حس برشا، قال يعني أنا ما صدقت ربي، عرفت لقيت أمي ومشيت علي. بما أنكم تحبوا بعضكم، واللي يجيوني يحبوا بعضهم، ولا زوج يكرم زوجته، لاحظت انا ديما الزوج يكرم الزوجه، علاش ما فهم الزوجه تكرم زوجها؟ على كل ثلاثة ايام في نزل في الحمامات كادو الروضه ويوسف. يلا المسامح ديما كريم على تلفزة تي في، كل نهار ثلاث التسعة امتع الليل تشاهدوا المسامح ديما كريم. انتم تنجموا تتواصلوا مع البرنامج على الرقم 20-230-430، أعيد 20-230-430. ونحب نستقبل في المسامح ديما كريم في هذه الحلقة يوسف
في المسامح ديما كريم. مرحبا بك سي يوسف، اهلا وسهلا بك، تحياتي ليك. تفضل تفضل يوسف، مرحبا بك. منين جيتنا يوسف؟ جيت من تونس. من تونس. انا ولد المنطقه هذه الحويد. من الحويد. شو تخدم؟ نخدم وزاره التربيه عساس. مع الاطفال في المدارس. في المدارس بالطبيعة. تعبوك تعبوك؟ لا بالعكس. كيفاه؟ ما يتعبونيش بالرغم يعني جيل تويك سما صعيبه شويه. اما انا الصعب هذاك نحب نتحدى وتحديته، وعندي 600 تلميذ الحمد لله. يحبوك ال 600 تلميذ؟ انا متاكد هذا كل التاكيد. ما لا تستحق تصفيقه قويه ياسر يا يوسف. شو اعطيتهم؟ شو اعطيتهم باش حبوك تلاميذ؟ انا ديما خاطر سما اللي سما المساكن المرضى، سما اللي عنده الدم، سما اللي عنده السكر. فما ناس صغيرات صغيرات في مرضى بالله، ستيام ويتيام ونبيما، والله العظيم يوجع القلب. كذا اللي عندي انا في جيبي يعني الحمد لله ديما ان شاء الله ديما مستوره والحمد لله. أي. ما نكذبش عليك، انا اللي في جيبي ماذا بيخرج ونقول يا ربي نقول يا ربي ان شاء الله ديما ما عنديش. ان شاء الله رجال الاعمال يسمعوك. ان شاء الله ان شاء الله اللي عندي ان شاء الله عند غيري، وديما ان شاء الله ما عنديش. ملا يوسف ملا يوسف. كما قلقتش بالله شهريتك باهيه. شهريه؟ اي والله اللي تعطي منها انت للتلامذة والله وتعاون في الصغيرات. والله 700. ليه عاد؟ والله 700 تعطي منها؟ نعطي منها وناكل منها 700 والحمد لله ربي عطينا القبول. عشبيه انت ومرتك. اي الحمد لله ربي عطينا القبول ومحبة الرسول. وتزيد تعطي لك التلامذة صح؟ اي كي تواتي من ليه يجي تصفيق اقوى. فما ناس عندهم مليارات وعندهم بركة فلوس فيتفرجوا فيا ما يعطيوش برشا. ان الله ما يعطيوش. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. انا صابر وربي يعطينا على قد ما نصبروا. وتطيح فيها البركه. الحمد لله والله الحمد لله. بركه ما عند ربي. الحمد لله تسحق. الحمد لله حبيبي والله. يا حبيبي المصاب يجيوني برشا ناس كيفك انت. برشا ناس كيفك انت. وباش نكمل في الثنيه هذه على طول. على طول على طول ان شاء الله. على طول اليد هذه ديما تمد ان شاء الله. تحبها ديما تمد ان شاء الله. ديما عند غيري ساعة عندي ان شاء الله. خاطر نعرف القلب الكبير هذايا قلب كبير برشا يا يوسف. شكون علمك القلب الكبير هذايا؟ مين خليته؟ ما عندك شكون. والله كنت يعني حالت والله العظيم قلبك يوجع. اقسم بالله تقول ماذا بيا ما نعيش في الدنيا هذه. ناس تكسب مليارات ثم ناس ما نعرفش قلوبها حجر ما نعرفش. والله يعجز اللسان على الكلام وديما نقول الحمد لله وكاهو. والله ما نجم نقول شيء. نقول تعرف يا يوسف نفضفض لك اللي في يوسف شو خويا. ريتوا الحنان، ريتوا الناس الحنان والصادقين. ثم الناس ما راهم ما تلقاوهمش برشا. سامحوني يا مان ما همش برشا كيما يوسف. ما همش برشا. ثم الناس ما عندهاش بالمجد معانا في الكوليج. اقسم بالله قلبك يوجعك تقول ماذا بيا نحي في ستي ونعطيها له وشوي يجيو يقرا. والله وما عندهمش. لو كان نلقى شارين نعطيها لهم ما نروحش حتى بانجلترا. والله دموعك غاليه يا يوسف. والله دموعك غاليه اغلى مما تتصور. ما يشتي يا راجل. ما يشتي ولا مبرر ولا ان شاء الله ما فيش شيء بالعاني ولا حاجه. ربي وش ربي. لا نعرف ربي نعرف وش. نعرف اللي انت تعمل فيه بطيبه وبقلب كبير وبحب كبير. وريتك التلامذه ذوكم اللي ما عندهمش وساعات ما عندوش كراسه او ما عندوش كتاب صحيح ولا والله يوسف. العظيم اللي عندهم والله. ثم اللي ما يقرا والله. ثم المسكين مريض بالسكر اقسم بالله مش لو كان نلقى ننزل فوق كتاب ونداويه ومش مزيره. اما الله غالب الله غالب بمقدور اللي نقدر عليه. قاعد تعمل فيه جديد. ربي فضلك يا يوسف. انا معتز بوجودك معايا في المسامح ديما كريم. والله معتز بيك والله معتز بيك. اعتزاز كبير كبير كبير. والناس هذوما نحبهم يكونوا موجودين في البرنامج هذايا باش نوصلوا رسائل باهيه للناس باش الناس تفيق باش الناس ما تخممش. خاطر ياسر تغاط المادة نحسها. وياسر كل واحد يحكي كان على عائلته مرته أولاده وانتهى العالم. لا يا حبيبي العالم مش هذاك بركة. العالم ناس أخرى محتاجة. العالم ناس أخرى مرضى وتحتاج لشكون يقف معاها مورالمون
والا ماديا زاده برشا ناس عندها برشا فلوس، انا نعرف برشا ناس عندها برشا فلوس وربما تتقاعس في حاجات اخرى تصرفهم على اشياء اخرى تافهه في الحياه. او خرج فلان او فلانه باريس سيشيل وكندا وهما يفهموني كي نقول الكلام هذايا، ونعديه حالات في المسامح كريم وفي برامج اجتماعيه اخرى. انا يحكي لي جعفر القاسمي، اللي تحيه كبيره الى جعفر القاسمي اللي نحبه برشا واللي يقدم برامج اجتماعيه ايضا ناجحه، واليوم يقدم في برامج اجتماعيه ناجحه، يقول لي عبد الرزاق يتكلموا بالتليفون يقولوا باش نساعدوا باش نعملوا باش نعطيه. اي ومن بعد قال لي نرجعوا باش نطلبوه، ما عادش يهز التليفون. وهذا تعدى علي انا قبل جعفر في المسامح كريم على قناه حنا بعد، يطلب يقولوا نعاونوا اي ومن بعد ما عادش يهز التليفون نطلبوه باش نذكروه راك قلت باش نساعدك الحاله، ونحن نعطيه الامل للحالات اللي تجينا، قول لهم راهو كلمونا برشا راهو باش يعطيه. ومن بعد يصبح الكلام سراب. يا اخي ماكش باش تعاون ما تهزش التليفون وتقول نعاون، هكا ولا باش تعاون عاون، كون عند كلمتك يا حبيبي، كون راجل، قل تعاون باش نعاون عاون. ان شاء الله يا ربي التوانسه يكونوا حنان على بعضهم كيما خويا يوسف اللي هو لا ولا بالعكس ماش فخره ماش انا برك ولا الاول ولا الاخر في الدنيا ولا في تونس ولا حتى البر، ثم الناس ثم الناس تعاون وان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا وكا ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدينا. انت علاش جيت ودخلت فيا دخلت فيا دخله اخرى خرجني من الموضوع الاساسي؟ انت علاش جيت؟ والله انا جيت استدعيت مرتي. عليه بتعارك معاه؟ ما نتصورش انت تعارك مع مرتك. لا لا بالعكس. ما نتصورش. لا لا العكس. شنو؟ نحب مرتي برشا. تحب مرتك؟ اي نحب مرتي. نعم. واستدعيتها؟ اي نعم استدعيت وما قنعتها. باش تكرمها؟ باش تكرمها. يا عيني عليك يا عيني. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. أنا ما قلتها كان معاك توا يا ماما يا ماما. قد ايه عندك معرس بها؟ عندي 23 سنة. 23 سنة؟ إيه مدة كبيرة. 23 سنة ما نقولش أنا ما غلطتش خاطر أخذ كوم لله. أما نحاول نصلح. خاطر قل لي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. خاطر تربت إيه علي العباد ما تربتش علي أنا. ما فهمتكش. 44 سنة عايش في الشارع. شكون؟ أنا. أنت؟ أي. قبل ما تعرس بها؟ أي. عليه؟ بوك وامك وين؟ أمي خليتني ولد 8 أيام. ولد 8 أيام. وبابا توفى 2015. بوك توفى بوك عرس مرة أخرى؟ أي خذا مرة أخرى. وأنت عرس عشت معاه ولا بعدت؟ لا بعدت. بعدوني مرت بوك بعد هربت من الدار 44 سنة عاش في الشارع ربوني ولاد الحلال. شكون ربيك؟ برشا ناس. قعدت معاهم وعشت معاهم؟ عشت معاهم برشا. كانوا باهين معاك؟ والله باهين اللي تربيت عندهم والله باهين بالقدا بالقدا يرحم والدين والديهم. اعطيني اسمائهم شكون؟ عم جيليني هذا من مزبر قبل. تصفيقه كبيره على عم جيليني. اي مماتي 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 شكون؟ مماتي خديجه. خديجه ام بوك هذه؟ هذه ام امي يعني امي. ام امك اللي انت ما ريتهاش امك اللي ما ريتهاش وخالي الله يرحمه. وخالك؟ في غير ملح. في غير ملح. هذوما اللي ربيوك؟ هذا انا وفما الناس في المنطقه نتاعي لهنا زعما اللي ربوني. زهر مرت عمر هذه الفرشيشي. اي خالت حليمه مرت عمر البيتي. تحيه ليهم الكل مان خاطر انقذوه كان ما ربوهوش راهو ربما في حياه اخرى ولا في مكان اخر ولا درش عمل. والله واستاذه تو اللي معاهم استاذه تو اللي موجودين في كل الحق والله كلهم يحبوني وشهاده من الدين العبد مش باش يكذب على روحه ويكذب على العباد
يرحم والدين والديهم. الأستاذ اللي قريو؟ الأستاذ اللي قريو إيه، الأستاذ سي علي السالمي. إي خميس السحقوادي. كرهم الشيء. مدام سوي العسكري مشات للواحد قاري تويك. سي حمادي. مدام عربية، مدام نجلة، مدام مريم ذيب الله، مدام عربية، ريمورق. عندنا زاد غادي كيدايرين مدام ليلى، مدام إيمان. المدير نتاع زاد سي فيصل هذا جا سنة الله يرحم والدين والديه، زاد باهي، زاد نسكن سي شكري حسني حق مثل بالمجد مثل. عندنا ناس برشا ناس باهيين في تونس. أستاذي أستاذي ومعلمي وخويا وبابا وكل شيء يرحم والدين والديه. برافو. تحية لهم الكل رجال التعليم اللي ذكرهم وأيضا رجال التعليم في تونس كاملة لأنهم يقدموا في رسالة كبيرة برشا 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 برشا. نرجع لزوجتي، كيفاش تعرفت عليها؟ والله أنا نخدم في أوتيل في قامرت تورين كلوب. أي واحد كريم. وعلى أساس يعني حكاية العرس اللي ماهيش حاطة في مخي. أي حتى ما عنديش شكون يعني يستحفظ عليه ولا مثلا يدلني الحاجات الباهية ولا. هي. ما عايش برا زال حق ما الحمد لله أنا ما تعديت على حد حاوك وربي وشات. ما عايش ناكل ونشرب ونلبس ونخمم في شيء. نهار مشيت البنت خالتي في العقبة حال مشتل تو البلدية الجديدة. أي هذيك جيت مرة الأولى قالت لي يوسف ترجع الجمعة الجاية. قلت لها باهي تو نشوف راني نخدم وعندي صاحبي لطفي القز هذيك يسكن بحض أي بحض القزرة نتاع البوليسية. أي كيفاش تعرفت على مرتك يوسف؟ أنا بشرته هو بشرت صاحبي. أي قال لي راه ثم ماني بنت حلال كل شيء منه منها. قلت والله يا صاحبي شنو نقول لك، أنا مش خم الحكاية هذه. جاي برا قال لي اسمع وتوكل على الله وخلها على الله. توكلت على ربي ومشى المذاكر. مشيت لبنت خالتي بعد جمعتين. كيفاش تعرفت عليها؟ مشيت كلمتها؟ لا لا قبلتها؟ لا رندفتها؟ لا لا شنو هو معناتها؟ بنت خالتي إيه؟ هي بنت خالتي سبب. اي قلت لها ثم بنت حلالك وهكا. اي قبلتها اول نهار. اول نهار يوسف احكي لي اول نهار قبلت مرتك. لا ما باختصار شديد. لا مازال ما قبلتهاش من الاولى. اعطيني وين قبلتها؟ قبلتها في دار خالتي. في دار خالتي. وين لقيتها في الدار؟ الاول كلام بيني. قلت خالتي غاديك وهي بعثت الخوة. قلت لها برمشي عايط الراديو. هاي جات عجبتك؟ عجبتني خاطر روحا بركة ولا جسدا وروحا؟ لا كي نخزر البشر نعرف ميز صغيرة نفهم. هاي قلت هذه المرأة إن شاء الله يا ربي تكتب يستاهل فيها تكتب وإن شاء الله أنا نكون في المستوى زاد مش الراجل يتغرم وبعد تالي يحسب رحمه ببلوش إن شاء الله. قلت يا ربي هذه هي اللي مش لاقى معها طريق. وقلت مع طريقي والخدمة هذه وديني الكل هي ضحت معي ويجرت معي. تاريخ زواجك تعرفوش؟ وقتاش عرست؟ 20 20 20 أوت 20 أوت سنة؟ 20 أوت 2000 2000 20 أوت 2000. سنة 2000 خذيت المرأة هذه اللي عجبت بدون حب. خلينا لا ريتها ما حبيتهاش ما زلت ما حبيتهاش. لا المرة الأولى شو كان خاطر مش حاب انا نساء اكثر ما نحبش نظلم غيري بجرتي وما نحبش تتعبني وما نحبش تتعب غيري. حبيتها بعد العرس ولا قبل العرس؟ فهمني خل نفهم سقايا من يدي. قبل العرس بديت نحبها بشوي بشوي كي خرجت معاها وكل شيء. قبل العرس نحكوا في الديتاي كل شيء حبيتها وعرست بها عن حب. عرست بها عن حب. جبت اولاد؟ لا لا هي هي امي وهي اختي هي ولادي هي كل شيء. عوضت لك كل شيء؟ نعم. عوضت لك الانجاب؟ عوضت. انك ما عندكش اولاد جات هي مليت حياتك الكل؟ اي عوضت لي كل شيء. باش مليتها؟ نعم. اعطينا السر مرتك هذه باش مليت حياتك؟ راجل ما عندوش اولاد. انا نحب وجودها موجوده وجودها موجوده موجوده في الدار ودور خيالها في الدار يسي. وعلى فكره تو عندي 11 شهر ما يشبه ذايا. علاش؟ خاطر عندها اختها اسمها نعيمه مريضه في لافايات. اي انا اساس ما تروحش ما تجيش ديما تمشي لاختها. تمشي لاختها خاطر اختها حبتني وعزتني وكرمتني وعاونتني
في ظروف صعيبه. وليت بعث ثمرتك صعيبه صعيبه تمشي، خاطر ربي خلق صله الرحم ما خلقش النغمه، خلق صله الرحم. وانا نحب نربح، نحب نربح في الدنيا قبل الاخر. نسالك سؤال، عرفت سؤال خطير ما يسالش، سؤال خطير. الانجاب ربي ما سهلش فيه ولا فما مرض؟ لا فما زعما حاجه ماني توفى وانا ما عند ربي وكاو. ما عند رب يحرجك السؤال هذا نقصه راهو كان يحرجك. لا 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 ما يحرجكش. لا لا عادي راهو ايش بيه؟ سبحان الله. خاطر انا ما ننجبش مثلا. فما ناس فما ناس ما بالحق ما نجيبش صغار، هاني قلتها في التلف. انا ما نجيبش، شنو المشكل؟ يعني عايش ولاباس والحمد لله. ثم ناس يا ولادي مش صحيح. هاي كمل. ثم ناس يصطادوا حشاك وحشاك في الماء العكر، يحبوني نصيب المراه باي طريقه كان. الخطر زعما ما تجيب. باش نقعد انا هامل في الشارع، نرجع للشارع كالعاده. شد فيها مرج حسين ومحلاك، شد فيها هي ما تسيبهاش. اي شنو المعته ما عند ربي؟ معناتها مرا ما تنجبش نقولوا لها ليه بسلامه. هو ربي يقول لك ان الله مع الصابرين اذا صبروا. انا صابر على حكم الله. بكش تو ربي يحل. لا ربي ولا عم. ما تعرفش ربي يحلها. لا عم ربي يصير. يصير. الحمد لله. اش تقول لمرتك اذا تفرج فيك هاي الكاميرا؟ اش تقول؟ انا نقول لمرتي راني نحبك وما نسلمش فيك، ها؟ وواصلي مع اختك وانا نوقف معاك ومش مزيه. انا وجهت لها الدعوه ويا ربي ان شاء الله تكون جيت. ان شاء الله ان شاء الله انا نقول لك، لانه نهار اليوم نهار شتاء برشا شتاء. اللهم صل وسلم على رسول الله. شتاء برشا، ربي يرحمنا بالشتاء ذي. انا نعرف روحي قلب كبير وربي باش يعطيني على قد ما نعمل وكاو. ما عليك يا يوسف ما عليك. يلا نمشي مباشرة إلى استوديو 2. أسمى نشوف هل ضيفتي موجودة أم لا إلى جانب أسمى. أسمى مساء الخير مرة أخرى. مساء الخير سي عبد الرزاق، ضيفتي موجودة بحذايا. مرحبا بك مدام روضة. بيك لاباسة؟ الحمد لله. جيتنا من لافايات؟ جيت من لافايات. متزوجة أنت؟ إي. شو اسم راجلك؟ يوسف. يوسف. يوسف في باله اللي انت باش تجيب حذانا؟ اي بالطبيعه. اي مسامح ديما كريم. اي شاورته بالطبيعه، قلت له لي بعثت لي وقال لي امشي. خونا عبد الرزاق ونحبوه الناس الكل. يعطيه الصحه. وقت شريته اخر مره؟ البارح العشيه. انت عايشه خاطر بحذا اختك؟ اي حذا اختي مريضه. مريضه. اي اسماء. اي هي ما كانت جايه قالت لك نجي لعبد الرزاق. نجي حتى كي شاورت راجلها يوسف قال لها هذاك اخونا عبد الرزاق وتمشي له. اي ما قالهاش علاش؟ لا ما قالهاش، قال لها نخليك تمشي. تعرف شكون اليوم استدعاك؟ ليه نحب نعرف؟ في شكون شاكه زعما؟ ما نكذبش عليك، ماني ما عنديش شكون حد معين. تحب تعرف؟ نجبكم الخدمه تنجم. انت شنو تخدم؟ تكون فاميليا. شنو تخدم انت مدام؟ انا كنت نخدم قبل مع الباباسات في المكتب. زعما عندك زميل هكا قديم نجمتكو؟ صاحبتك هكا عندها برشا هكيكا شيكاينه.
اي خليها مال شيك في اصدقائها وشيك في جماعه الخدمه اللي كانت تخدم معاهم واللي مراتهمش عندها برشا. يلا خلينا باش نحسب من واحد الى ثلاثه، وعندك تلفزيون اللي قدامك وتشوف شكون الى جانبي في الاستوديو الرئيسي للمسامح ديما كريم. 3 2 لا نقلب 1 2 3 يوسف. تصفيقة كبيرة، يوسف زوجك، هذه مرتك، هذه مرتك مثبتة، ما هيش مرتك. لا لا مثبتة، هي بيدي. تعطيوني تصفيقة يا ولادي في قولي شوية، ما هيش مرتك. نحب نقول لك ليوسف الى جنبي، وانا ادعوك الى البلاتو الرئيسي انت واسماء. ايوه وعندما نحكي يلا ان شاء الله. ان شاء الله يلا. نعم اهلا وسهلا بيك. وبيك عايشتك. شنو احوالك؟ الحمد لله. جيتني فشتة مطرة كبيرة. سيرش عزتك فوق الدنيا الكل. ربي يخليك ربي يخليك. اش عامل معاك يا روضة يوسف؟ عامل كل خير. يزي عاد. والله يكون 23 سنة مع بعضكم. اي اي عرس. اي 23 سنة. شو اللي يخليكم تصمدوا في العرس هذايا؟ والله العشرة والصبر. والصبر اي. وتفهم واحد يلزم يفهم واحد يطلع الاخر يهبط. عديوا لبعضكم. عديوا لبعضنا نعديوا لبعض. باهي كي نسالك على يوسف شنو الحاجة الباهية فيه؟ حنيته. أقوى أقوى. شو الحاجة الخايبة فيه؟ الخايبة. الحاجة الخايبة فيه؟ إي أعطيني أعطيني يا روضة أعطيني. الحاجة الخايبة فيه أنه نسوى برشا. ها؟ نسوى برشا. ينسى؟ ينسى برشا. يعني توصيه على حاجة ينساه؟ ينساه. مال في الخدمة كيفاش عامل؟ لا في خدمته منضبط. الشهرية المهمة ينساش يجيبها لك. يجيبها. ولا ماشي ما غادي غادي. لا يجيبها يجيب صرها. يجيب صرها. البقية ماشي ما غادي غادي. ما خويا عبد الرزاق حنيته حنيته قلبه الباهي وكي راه عبد ما عندوش حتى الصغار غادي في المكتب. يعطي اللي في يده مش ليه. قداش مرة يجيني يقول لي بوهم هرب عليهم ما عندهمش باش ياكلوا ما عندهمش يشري سلويت ما نعرفش شنو. ساعات يعطي حتى من غير ما نعلم. حتى من غير؟ حتى ما نعلم حتى شيء. ما تعلمش من غادي لغادي يعني. غادي لغادي. هي ربي بخليكم لا الحمد لله. لا الحمد لله. ريت هو يعطي من اليد هذيا وربي يعطيه من اليد. الحمد لله. أنا بالنسبة لي أنا أخوتي مش مخليني. اختي باهين معايا الكلهم يحبوني بالحق. والله انا اصغر وحده في اختي. شكون هما اسمهم خلينا نعملوا لهم عندي اختي الوليده ان شاء الله ربي يفرج نعيمة عليها هذي. نعيمه في ذولي مره كلمتني راي نعيمه ممكن حكيت معايا مره ما في لفايات. اي اي نعيمه ربي يفضلها لك. نعيمه اختي وسيله جيلاني خويا زيد هذيك جيلاني تحيه لي جيلاني خويا القيم النبيله صحيت برافو. هاو التصفيق هاو التصفيق. مرته زيدة مرت خويا يرحم والديها ونبعث لها ألف تحية زيدة تحية ليها أيضا.
باهي اقوى اقوى عمله عملها يوسف. شنو هو اقوى عمله عملها لك يوسف وانت تصدم؟ قلت يا ربي شنو هي العمله؟ اقوى عمله عملها مشي لدارهم وما قاليش. مشي لدارهم هذه مش عامله. خليني اللي نعرف عليه اللي في الخدمه اللي في اللي مفجوع حال تحليله روح مخر ما روحش جمله مشي لدارهم هنا في الحويط. لا لا يس يا لا جيت يا روضه دقيقه خلينا نعرككم شويه. يطلعش يمشي لبلاصه اخرى هكا ولا هكا عمل لا لا مش عنده ما كيفاش ما علمكش يا ما عندوش حاجات خايبه ما عندوش ملا ثقه ملا ثقه محلاها. يحبك يحبك برشا يحبني وانت تحبه بالطبيعه نحبه برشا على خاطر قلبه طيب وقلبه باهي وحنين برشا. دارنا الكل نحبوه مش كان انا برك مش كان انت دار امي الله يرحمها تحبه برشا 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 برشا. ساعات حتى هكا نشكي لها نتلك شنو هذا كيما هكا خرج مشي لدارهم دافع عليا دافع علي تجي معاه دافع علي تجيش معاك انت ايه تحاول هكا زعما انا خاطر انا بحضر دارنا وهو خاطر دارهم بعيد عليه حسيت كيما هكا. فما حاجه يعاني منها فما غربه فما حزن تحس عنده حزن هو تربيت حزن. هو تربيت امه ما يعرفهاش امه ما يعرفهاش هو كي امي ماتت تحس برشا قال يعني انا ما صدقت الرب عرفت لقيت امي ومشيت علي. امي كي ماتت تاسف برشا وقال صدقت امه حس امي على خاطر يتحن عليه خاطر احنا اخويا عبد الرزاق في دارنا اليتيم عنده قيمه كبيره في دارنا امي علمتنا اليتيم عنده قيمه كبيره معناتها ما يعرفش امه معناتها ما عرفش ما يعرفش خليته صغير اه خليته صغير برشا الناس يقولوا خليته ل 40 يوم الناس يقولوا خليته ل 3 ايام كل حد وش يقول من ايام وتربيت في مزبور قبل تربيت مزبور قبل تصويرتها عندك امك لا ما عندهمش تصوير يعني ما تعرفش ملامح امك جمله 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 عنده اخته عنده اخته يقولوا تشبهلها شوي عندي اختي يقولوا شبهلها ام الله اعلم اما يقولوا امه ساعات تفقد امك ساعات تقول كان جيت امي حياه هيك اللي لا هو الحق الحقيقه بتاع ربي كري العباد كري العباد امه في الدار ولا نتعدى حتى في العمر هذا حسها حس نقول ماذا بيا شخص شخص كان جيت امي موجوده في الدار ونجيب لها اللي تحب عليه وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي وهيلي في المدن مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن اطول المدن واجيك عطشان نور عينيك اطول المدن واجيك عطشان نور عينيك. اخويا عبد الرزاق لم يعوضها حتى شيرة حتى حاجه ما تعوض لهم اني يعني انا امي ما عنديش برشا ميت عندها 13 سنه حاجه هكا اكثر شويه من عرش نحس بابا عنده خلينا بنت 10 سنين نحس بابا فقدته كانه بابا مات تو كانه تو هو ما يعرفهاش يحس اكثر اكيد هو وعلي. اليوم روضه خلينا نبدل الموندو نتاع الحديث ايه. هو اليوم تعرف علاش جبناك؟ ما نعرفش تعرف هو حب يكرمك هو تكريم ليك في هذا البرنامج الاجتماعي التلفزيوني زوج يكرم زوجته يوسف يكرم بطبيعة روضة تكريم لك انت حكي عليك راهو بالقديه 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 ما عندكش فكرة رغم أنكم ما عندكمش صغار قللت علي الدنيا هي كل شيء في حياتي واحد ماهوش كيت من عند الله مكتوب من عند ربي ما كملتش يعني حبلت ومشاو وطاحوا ربي ما حبش ما حبش شنو نعملوا؟ او معوضين عنده ولاد اختي ولاد اخته ما شاء الله ما شاء الله عندنا برشا اولاد عنده هذوك عباره اولاده عنده في الليسي يحبوه تلامذاك في الكل يحبوه وحنين عليهم هو ودي شيء غريب انا مره كنت قبل كنا نمشي معاه للمرشي ما عادش نحب نمشي معاه للمرشي نمشي واحد على خاطر كل خطوه من الغادي يوقفوا
سيوسف سي يوسف سي يوسف ولا يوسف يوسف فينومين هذايا يوسف والأولياء بيدهم يحبوه برشا يحبوه منهم واحدة حب ينقل من اللي سي هذايا قالت له أنت قعدت العام قريب يوفى استنى وي باش نقل أنت نقل العام يوفى ونقل بنتي معاك وي يا 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 اسمع محبة الناس كنز لا يفنى وهو يحبوه العبيد وانا شخصيا عبد الرزاق حبيته برشا برشا كما حبيتك انت يا روضة برشا برشا انا فرحان اللي انتم جيتوني وفرحان اللي هو كرمك انت وانا فرحان والله العظيم وانا فرحان بيك روضة برشا برشا نتمنى لكم كل الخير نتمنى لكم انكم تواصلوا مسيرة الحياة اليد في اليد الى اخر يوم قل لي الى اخر يوم لاخر يوم الى اخر يوم الى اخر يوم حاجه برك اي انا قابلتك هذه ثاني مره ولا ثالث مره اي نعرفك بكده اي قابلنا بقناه حنابعل اي جيتني الحنابعل اي جيتك حنابعل وعديت وقتها نتاع كوره ما جيتني كل التقليد كرزينا نتاع تقليد نتاع كوره كل شيء ومعك الاستاذه تبارك الله فوق الوقت هذاك تذكرتك توا انت ستار هذا نجوم الغد ديزون مرحبا بك قلت يا ربي عندي رغبة الابواب مفتوحه اليوم في تلفزيون عندي رغبه قلت ان شاء الله يا ربي نقابله مره اخرى وان شاء الله نبرهن اللي ان نجم نقلد نجم المواهب نتاع الكوره نجم نعطي ماتشوات كيما نحبن هاي قلد لي توا قبل ما نمشي ونختموا الحاله توا شويه برك اعطيني شويه سيدتي سادتي مرحبا وسهلا بكم في هذا النقل المباشر الحي على استديوهات المركزيه التونسيه ملعب حمد عقرب بي اولمبيرادس يحتضن درب العاصمي بين الافريقي والترجي برافو المعلق الرياضي يوسف هاي كيف تروحي بمعلق توا رياضي مشكور ياسر يوسف مشكوره روضة ونحب قبل ما تروحوا بما انكم تحبوا بعضكم واللي يجيوني يحبوا بعضهم ولا زوج يكرم زوجته لاحظت انا ديما الزوج يكرم الزوجة علاش ما فهم الزوجة تكرم زوجها على كل ثلاثة ايام في نزل في الحمامات كادو الروضة ويوسف يلا من ديما فواياج بالطبيعة ديما فواياج تهديلكم ثلاثة أيام في نزل في الحمامات يرحم تمشيش تعطيها لواحد آخر تهزها هي تهز روضة جمعة وسبت وأحد عندكم ثلاثة أيام عايش خويا عبد الرزاق ويرحم والدي أنا خدت المدير نتاعي في بلوش أي هو اللي هنا من بلوش قال لي وين ماشي أنت؟ قلت والله عندي ثنية ماشية قول يا رب قال لي يا رب قول يا رب يسهل قال لي يسهل لك مفروش المدير نتاعي نعطيوه تحية كبيرة المدير بتاعك نعم بحق والله يعرفوا بيه تجيب المؤسسة التربوية حتى الصغار حتى الصغار يبقدوني الصغار يبقدوني صدقني يبقدوني إن شاء الله ربي معاك عنده الحق اللي عرفوا المدير الأولين يرحم والديه سي حسني حتى جمعة يقول لي برا ارتاح وهدية كثر خير برافو أنت توا عندك الحمامات هزها مش كيف أيا يلا هز روضة الحمامات يلا هز روضة الحمامات هز روضة الحمامات هز روضة الحمامات أمام خلينا ماشي عليه تسلموا على علاه تسلموا هاي شفتي الغالي عايش كيوسف عايش كيوسف